سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صعد الصوت صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين الكلمة يعطيها الإسلام أهمية كبيرة لأن الكلمة وسيلة معربة عن الإرادة ومن شك أن الكلمة بالوقت اللي هي جزء من الأحاسيس أو كما تعبر عنها بعض البحوث الحديثة بأنها الجانب المهموس من الفكر في نفس الوقت هي قالب المعنى وقطعا الإنسان إنما يؤخذ بكلامه إنما يؤخذ بإرادته إنما يؤخذ بمضمونه واللي يعبر عن المضمون هو الكلمة الكلمة ولذلك المشرع الإسلامي يولي الكلمة عناية كبيرة يعني يفترض بالإنسان أن يكون عنده مسؤولية إزاء الكلمة لما يلقي كلمة لما يتكلم بكلمة لازم يشعر بمسؤولية يشعر أن الكلمة تعبر عن إرادته أن الكلمة قالب للمعنى ومعبر عن الإرادة بعد ذلك لابد من مقدمة لمعنى الآيتين لمضمون الآيتين الكريمتين كأنه عندنا الوجود يقسم إلى أقسام أولا الوجود الخارجي الوجود الخارجي هو هذا الوجود اللي نراه بأعيننا يعني مثلا أشروا لي هذول الصوت الوجود الخارجي يعني مثلا وجودي ووجود أي إنسان أو وجود البيت أفرض وجود الجدار وجود لا الصوت صعدوه مو هاي بس هل صعدوا لنا الصوت خلت شوية هذه هذا الوجود في واقع الأمر هو ما يقع
عليه ما يقع عليه نظر الناظر، يعبر عنه بالوجود الخارجي، الشيء اللي نحسه ونلمسه بأحد الحواس، يعني إما باليد أو بالعين. على العموم هذا الوجود الخارجي، وجود الموجودات الخارجية. والقسم الثاني من أقسام الوجود، الوجود الذهني، يعني الصورة الموجودة بالذهن للأشياء. طبعا كل شيء تراه بعينك تنطبع له صورة في ذهنك. هذا الوجود الذهني حتى بالنسبة للمعاني أكو وجود ذهني. قسم من أقسام الوجود، الوجود الذهني اللي هو عبارة عن الصورة الذهنية للإنسان عن الأشياء. والقسم الثالث الوجود الكتبي. الوجود الكتبي يعني أنا مثلا أريد أن أنقل ما في ذهني إلى شخص مقارب إلي، أنقل المعنى بالوجود اللفظي، باللفظ بالكلمة. وإذا كان بعيد عني أنقل المعنى بالكتابة، أكتب له ما أريد. فعندنا الوجود اللفظي والوجود الذهني والوجود الخارجي، هالأقسام الثلاثة بأجمعها تتلاشى. كيف يعني؟ يعني الوجود الخارجي أفرض بناء مثلا، أو أفرض بستان، أو أفرض إنسان، هذا كل يوم من الأيام يغيب عن الوجود، يروح يتلاشى يندثر. الوجود الذهني أيضا يندثر باندثار الإنسان، إذا مات الإنسان مات معه الوجود الذهني. كذلك الوجود اللفظي، فيبقى الوجود الكتبي. الوجود الكتبي هو الذي يحفظ الأشياء، والوجود الكتبي هو الوسط الناقل اللي ينقل لنا تجارب الأجيال، ينقل لنا التراث، ينقل لنا التاريخ. الوجود الكتبي الواقع يلعب دور مهم جدا في دنيا المعارف ودنيا الثقافة وفي الحياة. لذلك نلاحظ أن المشرع الإسلامي يعنى عناية تامة بالكلمة المكتوبة. ولهذا نحن نعرف أن الإنسانية قفزت قفزة هائلة عندما اكتشفت الحرف، عندما استطاعت أن تكتب، تسجل المضمون، تكتبه، قفزت قفزة كبيرة جدا. ولما جاء الإسلام الأمية كانت ضاربة بأطنابها بالجزيرة العربية بشكل غريب. البلاذري يقول كان مجموع من يقرأ ويكتب بالجزيرة 17. ولهذا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله أولى هذا الجانب عناية، اهتم بتعليم المسلمين، وأوحى وأوعز بأن يقوم جماعة من المعلمين بتعليم المسلمين القراءة والكتابة، وبتدوين ما كانوا يتعلمونه. النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر بالتدوين. ولهذا لما نزل القرآن الكريم آنذاك ما كانت أقعدهم وسائل يومئذ للتدوين، فكانوا يضطرون إلى كتابة القرآن الكريم على اللخف، على الحجارة، الحجارة الملساء، على الجلود، يأخذون الجلد ويرققوه بشكل ويكتبون عليه. أحيانا يكتبون على نوع من النشيج مثل قباطي مصر، نوع من النشيج كانوا يكتبون عليه. ولهذا لما أرادوا جمع القرآن الصحابة انبروا إلى من كان هناك من الصحابة وعنده للقرآن كتابة، أمروهم بإحضار الآيات. طبعا هذا بجانب. جانب آخر، كان الإمام علي عليه السلام إذا نزلت آية يكتبها فورا، يكتبها ويكتب شرحها، الشرح اللي كان يمليه رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة للآية. الواقع أن القرآن الكريم فيه آيات اللي هي ما تزال الآن موضع اختلاف في واقع الأمر. على سبيل المثال، بسم الله الرحمن الرحيم، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن فقهاء المسلمين بالنسبة إلى قطع اليد يختلفون. القرآن الكريم يأمر بقطع اليد. اليد تطلق على الجارحة اللي تبتدئ من الكتف إلى طرف الإصبع. الامتثال متى يتم؟ يعني لو قدر أن هناك قاض مسلم يريد أن يقيم الحد على سارق، من أين يقطع يده؟ لابد أن يقطع يده امتثالا للآية. من أين يبدأ بالقطع؟ من الكتف، من الجند، من الذراع، من الكف، يعني كلها تسمى يد.
كيف يقطعها. الواقع هذا اللون يحتاج إلى شرح. يعني عندما نزلت الآية الكريمة، الآية بها إجمال، مثلا على سبيل المثال بسم الله الرحمن الرحيم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. زين، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني هالمنطقة اللي يجب أن يغسلها الإنسان وقت الوضوء إلى المرفق. منين؟ مو ذاكر منين، بس الحد لهنا، هذا المرفق هذا، لكن منين يعني أبدأ مو ذاكر. فهل الآية بها تحديد للغسل، بها تحديد للمغسول؟ ما يعني إذا ما أكو شرح ما يعرفها الإنسان، عندما يقرأ الآية ما يعرفها. فلذلك تلقى المسلمين يختلفون، بعضهم يتوضأ بشكل معكوس وبعضهم يتوضأ بشكل آخر. المسألة تحتاج إلى شرح. رسول الله صلى الله عليه وآله هل بيان المجمل بالآية إجا بيانه، فصل بالسنة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهالشروح كان يكتبها الإمام، إذا نزلت آية يأخذ الآية ويأخذ الشرح، يكتب الشرح. هذا اللي يعبر عنه بمصحف فاطمة، اللي كثير من غير المطلعين على الفكر الإمامي يتصور أن الفكر الإمامي قد يختلف عن أفكار المسلمين الباقية في حجم القرآن. أبدا، القرآن الكريم هو الذي بين أيدي المسلمين، وهذا اللي عليه رأي الإمامية. أما القرآن اللي يقول عنه الإمام الصادق سلام الله عليه أنه أكبر من قرآنكم 3 مرات وما فيه من قرآنكم شيء، يعني هو هذا المقصود، يعني الشروح تفسير القرآن. اللي كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نزلت الآية يأمر عليا بكتابتها يكتبها، وكان يشرح له مضمون الآية هذا، معنى الآية هذا، يكتب الشرح. هذا هو اللي كان عند فاطمة، مصحف فاطمة. ما عندنا شيء غير ما بأيدي المسلمين. طبعا هذا منطق الموضوعية، أما منطق التهريج ما يعنينا. اللي يهرج، التهريج يوم من الأيام ينكشف، ما إلى قيمة. وتعجبني كلمة لبعض الباحثين الإسلاميين، وهو على ما أذكر محمد الغزالي في أحد كتبه، يقول أنا ما أعرف ذول اللي يرمون الشيعة بأن عندهم قرآن غير هذا القرآن، ما قدروا يعثرون خلال 1400 سنة، ما قدروا يعثروا لهم على نسخة من هذا القرآن اللي يحكون عنه. وينه؟ من أين هذا القرآن؟ في أي مكان؟ الواقع كلام لا معنى له، يعني لا قيمة له. المهم أن الكلمة كانت تدون، وكان يعنى رسول الله بالكتابة، يأمر عليا بأن يكتب، لأنه ما كتب قر وما ترك فر، فلا بد من الكتابة. الكتاب يلعب دور مهم جدا في حفظ التراث، حفظ التاريخ، حفظ المضامين، نقل الأفكار من جيل إلى جيل. يعني لا سبيل لنا أن ننقل تراثنا وعقائدنا وأفكارنا من جيل إلى جيل إلا بالكتابة. ولذلك الكتاب يلعب دور مهم جدا في الحضارة الإسلامية. الكتاب يلعب دور جدا مهم. وكانوا السلف والرواد من علمائنا ومن فضلائنا يعنون بالكتاب عناية كبيرة، بحيث الكتاب يلعب دور مهم في حياتهم. تلاقي الواحد من عندهم يحرص على أن يشتري الكتاب وهو لا يجد الرغيف الذي يأكله. قد يقدم يأخذ ثمن الرغيف، ثمن الثوب اللي يلبسه، يشتري به الكتاب، لأنه هو يعتقد، يعني مغلغل في ذهنه حضاريا، بأن الأكل هذا اللي يتعب عليه يروح يتلاشى، الجسم اللي يتعب عليه يتلاشى، لكن الكتاب يبقى خالد لا يتلاشى. الكلمة تبقى خالدة لا تتلاشى، ولا سبيل إلى حفظ الكلمة إلا بالكتاب. فلذلك عناية المسلمين بإنشاء المكتبات، وإن كانت ما آنذاك عناية بدائية، ولكنها لعبت دورا هاما في تنمية المعارف. إذا رجعنا إلى تاريخ المسلمين نلقى المكتبات لعبت دورا كبيرا، والكتاب لعب دورا كبيرا في تاريخ المسلمين. ولعل من أروع ما يروى في هذا المورد قصة حدثت للشريف المرتضى طيب الله ثراه. الشريف المرتضى كان عنده مدرسة في بغداد، وكانوا تلاميذ المدرسة من العباقرة ومن النجباء، يعني من جملة تلاميذ الشيخ الطوشي مؤسس الحوزة العلمية في النجف، وكان يأخذ راتب من السيد المرتضى بالشهر 12 دينار من الذهب يأخذ. وكان هناك مجموعة من العباقرة في تاريخنا الواقع كانوا تلاميذ في مدرسة الشهيد المرتضى.
السيد المرتضى كان من جملة ما صرف إلى عنايته، صرف عنايته إلى إيجاد مكتبة يحتاجوها الطلاب في نفس المدرسة. المدرسة فيها محل خاص للكتب، بحيث الطالب إذا احتاج إلى مسألة واحتاج إلى مرجع، المرجع يكون إلى جانبه، لا يكون بعيد. المكتبة كانت إلى جانب المدرسة. يوم من الأيام شكال بعض الطلاب، قال له هذه المكتبة بيها لغة قليلة، يعني كتب اللغة قليلة، ونريد شوية توسعنا في كتب اللغة. فطلع إلى الخارج، لقى واحد عارض كتاب الجمهرة اللي بن دريد، هالكتاب هذا المعروف، اشتراه الشريف المرتضى بستين دينار من الذهب. ستين دينار آنذاك قوتها الشرائية، يعني الدينار الواحد يشتغل له ستين عامل، لأن كان 10 دراهم والدرهم 6 دوانق، والعامل يشتغل بدانق. يعني إذا أردنا نقيمها كان الدينار يلعب هذا الدور، يعني كان إلا قوة شرائية ضخمة. 60 دينار من الذهب أنا ذاك تعد ثروة. اشترى هذا الكتاب ب60 دينار ورجع بالكتاب ليكتشفه، يشوفه، يورقه للكتاب، خاف يوجد بالكتاب نقص أو يوجد بالكتاب شيء من الصفحات الممحية. بأثناء ما يورق لقى قطعة ورقة موجودة ضمن الكتاب مكتوبة بها أبيات. أخذ الورقة وإذا مكتوب بها: أنشت بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني بالسجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستدر شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني. انفعل الشريف المرتضى، تألم، جمعها مرة أخرى إلى الدورة، رفعها دورة الكتب، أرجعها إلى وقال له 60 دينار لك، وتفضل هذه كتبك خذها. فكانوا يعنون بجمع الكتاب ويدفعون أموالا طائلة للحصول على الكتاب، بحيث أن الواحد منهم قد يرتحل آلاف الأميال إذا سمع بنسخة من نسخ الكتاب، يأخذها ويقتنيها في مكتبته. ولعل من الأرقام اللامعة في هذا الباب، من الأرقام اللامعة، الصاحب ابن عباد. صاحب ابن عباد كانت عنده مكتبة تحتاج إلى 600 بعير لحملها، مكتبة ضخمة غاية بالضخامة. مكتبات من هالنمط أسست في تاريخنا الواقع، لعبت دورا هاما في ثقافتنا، كانت رائدة في هذا الجانب. وعناية الإسلام برعاية الكتاب والمكتبة وبرعاية الكلمة الواقع عناية كبيرة، بالرغم من أن هناك تيار أدبي آخر قد تراه يميل إلى جانب آخر. يعني مثلا قد تسمع أحد أدبائنا يقول: الشيخ أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. لكن الواقع لا تناقض، الكتاب أو الكلمة لا تقدم بلا شك، الفكر يقدم على السيف. ليش؟ لأنه السيف مجسد لما يريده الكتاب، يعني السيف هو عبارة عن القوة التنفيذية، ليس إلا الكتاب يسبق، لأن الله عز وجل علم بالقلم قبل أن يعلم بالسيف. الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان المعارف عن طريق القلم، والقلم هو الذي يشحذ الإنسان ويحمله على استعمال السيف. بالعكس، المراحل اللي يتقدم بها الكتاب على السيف مراحل كبيرة، لأن الكتاب يقوم بأدوار. الدور الأول يقوم بالحفظ، زين، ينقل أنا شنو وسيلتي الآن إلى الجيل اللي يسبقني. الجيل اللي يسبقني إذا ما أكو كتاب تنمحي معارفه وآثاره، ما أعرف كان إيش عنده، شنو أوضاعه، شنو هو، ما أعرف. الجيل بكل مقوماته إذا ما أكو كتاب يعكس لي راح من عند الجيل، زين. الجيل اللي قبله كذلك، إذا الكتاب يقوم بدور الوسط الناقل لينقل المعارف والآراء والأفكار، الحضارة بكل أقسامها ينقلها الكتاب. إلى جانب هذا، الكتاب يقوم بدور فاعل. كيف يقوم بدور فاعل؟ يعني أنا عندما أقرأ الكتاب وأقرأ الفكرة، الفكرة هي اللي تحركني في واقع الأمر.
يعني إذا تلقى مجاهد يجاهد في سبيل الله، اللي يحرك الكتاب يبين له فضل الجهاد، كرامة المجاهدين، ويدفع إلى أن يخرج إلى الجهاد. إذا تلقى إنسان يحسن تنظيم المجتمع، هو نتيجة كتاب، كتاب هو اللي يدفع إلى التنظيم الاقتصادي أو إلى التنظيم الاجتماعي أو إلى التنظيم الأخلاقي. الكتاب يلعب دور فاعل في النفوس في الواقع. اثنين، كتاب أيضا إلى جانب هذا كله إلى دور آخر بعد، الكتاب إلى دور بأنه يشد الإنسان إليه شدا بحيث يخليه ينسى أحيانا الواقع الذي لا يريد أن يتفاعل معه. ورحم الله أبا الطيب المتنبي عندما يقول: أعز مكان بالدنا ظهر سابح وخير جليس في الزمان كتابه، لأن ينفعك ولا يضرك، لا يضرك أبدا، يعطيك ولا يأخذ منك، يؤنسك ولا تحتاج إلى أنيس. في واقع الأمر الكتاب إلى فوائد وإلى قيمة، ولذلك أصبح وضع الكتاب في متناول يد الناس إنما هو وضع ثروة فكرية للناس. إذا كان الدرهم والدينار يوصل خيرا للإنسان، الواقع الكتاب يوصل فكر، والفكر يدوم والدينار يذهب، الفكر يبقى، وكل وجود من أقسام الوجود يتلاشى إلا هذا الوجود، هذا وجود يبقى خالد. من بعد هذه المقدمة نعود للآية. الآية تقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يقول أن هؤلاء بالرغم من أنهم يحفظون أعمالكم، يعني أن الإنسان كلمته مرصودة، يجب أن يقيم كلمته، يجب أن يعرف أن الكلمة التي تصدر منه ما راح تترك سدى، راح تسجل. هؤلاء يحفظونها لينقلوها للكتابة. وإن عليكم لحافظين، هؤلاء يحفظون ما يصدر منكم، سواء كانت حركة فعل كلمة، يحفظها هؤلاء، لأن الإنسان سيد الموجودات، بقدر ما شوده الله عز وجل على الموجودات، بقدر ما أعطاه حمل مسؤولية، وأهم مسؤولية مسؤولية الكلمة. ولكن القرآن الكريم نبهنا إلى جانب نفسي مهم. القرآن عندما قال وإن عليكم لحافظين قال كراما كاتبين، قبل أن يكتب هؤلاء هم كرام، ومعنى ذلك معنى ذلك أن ما يكتبونه لا يزور. وهذه النقطة هي التي أريد أن أقف عندها قليلا. الحقيقة إحنا ابتلينا في تاريخنا بالتزوير. إذا رجعنا إلى تاريخنا نجد التاريخ يزور، يزور في نقل الواقع أحيانا وفي تعليل الواقع أحيانا. وواقع الأمر هذا تراث مسموم ينقل للأجيال. مسؤولية الكلمة، المؤرخ الذي يريد أن يكتب يجب أن يشعر أن هذه الأنامل مسؤولة عما كتب. كلمة اللي كتبها وراح ينقلها للأجيال، يعطي للأجيال غذاء، هذا الغذاء اللي يطيل الأجيال يجب أن يكون غذاء غير مسموم، غذاء نظيف. هذا جاي ينقل شرف الكلمة، شرف المعنى، يجب أن يكون أمين في نقله. إذا نقل الواقع لازم يكون أمين في نقل الواقع. ومع شديد الأسف أن الباحث في تاريخنا يرى كثيرا من فقدان الشعور بمسؤولية الكلمة، يرى أن التاريخ لعب دورا لا حدود له في تزوير الكلمة. على سبيل المثال، أنا كفرد مسلم أبحث في تاريخ المسلمين، وقطعا أول ما يلفت نظري القمم الموجودة في تاريخ الإسلام. مثلا افترض على سبيل المثال من حكم من المسلمين، أجي إلى سيرة المتوكل مثلا، أعرف أن المتوكل خليفة حكم المسلمين يوم من الأيام، وعبر عنه التاريخ بأنه محيي السنة ومميت البدعة، وسمعت شاعرا من الشعراء يسجل لي صورا لهذا الخليفة الذي حكم، من جملة الصور يقول له البحتري في قصيدته الرائية: حتى طلعت بنور وجهك.
فانجلت تلك الدجى وانجاب ذاك العثير وافتن فيك الناظرون فإصبع تومي إليك وأعين وافتن فيك الناظرون فإصبع تومي إليك وأعين إلى أن يقول حتى وصلت إلى المصلى لابس النور الهدى يبدو عليك ويظهر فلون مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر. طيب إذا كان هالصورة يجدون رؤيته التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر وهو محيي السنة وهو مميت البدعة، أرجع إلى تأريخ آخر يقول لي هذا التأريخ أنه قتل مع وزيره الفتح ابن خاقان وسقط لحمه ولحم الفتح ابن خاقان في كؤوس الخمر، ووقف نفس الشاعر الذي يقول له حتى طلعت بنور وجهك فانجلت تلك الدجى وانجاب ذاك العثير، وقف نفس هذا الشاعر ليقول له هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزمر ومدامي بين كأسين أردياه جميعا كأس لذاته وكأس الحمام. أين محيي السنة ومميت البدعة؟ أهذا من إحياء السنة أن يموت ويقع لحمه بكؤوس الخمر؟ أمن إحياء السنة أن يعمل ذلك الرجل عملا بحيث لا يلتقي مع السنة بحال من الأحوال؟ رسول الله صلى الله عليه وآله دخل عليه الخليفة عمر بن الخطاب يقول دخلت عليه وجدته مضطجعا على حصير وقد انطبع الحصير بخده في جبينه، قلت دمعت عيناي، قال ما لك تبكي؟ قلت يا رسول الله هذا كسرى وقيصر يرفلان بالحرير والدمقس وأنت رسول الله والحرير ينطبع بجبينه والحصير ينطبع بجبينك؟ قال لي هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ونحن أخرت عنا طيباتنا. هاي سنة رسول الله، كان بوسعه أن يمد يده إلى ما يأتيه من الأموال ويبتني بيت وينام على فراش وثير ويأتي المتوكل ليبتني الجوشق أحد قصوره في سامرة، قصران الجوشق والجعفري ذني بعض قصوره اللي بناها في سامرة كلفت بيت المال 800 مليون درهم. هذا من إحياء السنة التي كان، ومن أين جاء بها المتوكل؟ طبعا أخذها من هؤلاء الذين لا يجدون بيتا يأوون إليه. هذا من إحياء السنة؟ أمن إحياء السنة أن يجعل في قصوره 4000 زوجة سرية 4000 جارية؟ والغريب أنك تمر بالتاريخ ما تلقى التاريخ ينقده يقول عنده 4000 زوجة، والتاريخ يقيم الدنيا ويقعدها على الإمام الحسن يقول أن عنده 70 زوجة، والحال ما عنده من هذا الشيء أبدا، أن 7 من الزوجات. وهكذا تجد المتناقضات موجودة في التاريخ. تاريخنا إذا قرأته وجدت الكلمة لا تحمل المسؤولية المطلوبة. القرآن الكريم يقول هؤلاء قبل أن يكتبوا هم كرام، لأن هذا الكاتب يجب أن يعلم أن ما يكتبه سوف يبقى ذخرا للأجيال. يقول أديب من الأدباء وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن فنيت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة أن تراه. إذن هؤلاء الذين يكتبون كرام، وما أحوجنا إلى كاتب كريم يدون تاريخنا، ما أحوجنا إلى كاتب لا تعبث به الأهواء والعصبيات، ما أحوجنا إلى محلل إذا أراد أن يحلل وهو من أهل التحليل ينبغي أن يعطي الواقع مدلولها الصحيح. الغريب التاريخ أولا مهمة المؤرخ أن يكتب بس الحادثة، ما مهمته يعللها، لأن إذا عللها طلع عن حدود اختصاصه. تعليل المعنى هذا من فلسفة التاريخ، ما له علاقة بالمؤرخ، هذا علم مستقل برأسه. لكن مع ذلك بعض المؤرخين يتدخلون بهذا، ويا ريتهم لما يتدخلون يقولون الواقع، يقولون الصحيح. خلي أضرب لك مثل، صارت واقعة مالك ابن نويرة، شوف الطبري وابن الأثير اللي يحب يقرأهن يقرأ الواقعة، دخلوا إلى مالك ابن نويرة وقتل مالك ابن نويرة وقتل معه أهله وقطعت رؤوسهم. أولا الإسلام يقول المتل حرام ولو بالكلب العقور. طيب هؤلاء قتلوا
وبشهادة الشهود أنهم دخلوا إليهم والمؤذن على المأذن ينادي أشهد أن محمد رسول الله والقوم يصلون فهم مسلمون. كل ما في الأمر امتنعوا عن أداء الزكاة لسبب. شنو السبب؟ اجتهاد خاطئ. المسألة شنو؟ أنا أشرحها لك. المسألة القرآن الكريم يأمر النبي بأخذ الزكاة، يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يقولون أن هذا الحكم مقيد بصلاة النبي، يعني النبي إذا موجود ويطلب الزكاة عندما ندفع له الزكاة إلى نعم ويصلي علينا يدعو لنا، وحيث فقد النبي انفقد هالمعنى والمشروط عدم عند عدم شرطه مثل ما يقولون. اجتهاد خطأ طبعا، الحكم مستمر. مسلم أخطأ باجتهاد على أي حال. افترضت أنت بأن مرتد، طيب مرتد قتلت وانتهى كل شيء، ما معنى أن تقطع رأسه؟ وما معنى أن تجمع الرؤوس وتجعلها أثاثي للقدور، مناصب يحطون عليها القدور ويقودون النار؟ اقرأ الطبري واقرأ ابن الأثير وتعال شوف التعليل أيضا. التعليل يقول أن هذه رأس مالك بن نويرة اشتعلت النار من الصباح إلى المساء ما وصلت إليه. ليش؟ يقول كان كثير الشعر، عنده شعر كثير بحيث النار من الصبح لليل ما وصلت إلى رأسه. هذا أنت لما كشاب تقرأ تاريخك هكذا، يعني بصريح العبارة، يعني أنا لما كمسلم أقرأ هذا التاريخ أبشق على هذا التاريخ، أقول إذا كان تاريخي من هذا النوع أنا لا أريده، لأن هذا تاريخ ما يعرف الموضوعية في معنى الواقع. إحنا ما عندنا مصلحة أن نجامل الواحد على حساب أمة أبدا. أنا يعنيني الأمة أن تأخذ تاريخها النظيف وتأخذ قيمها ومقاييسها الواقعية بغض النظر عن أن هذه القيم راح تؤدي إلى تقييم إنسان سلبا أو إيجابا، ما يعنيني، يعنيني التاريخ الواقعي. فالقرآن الكريم يقول هذا التاريخ الذي يكتب أو هذا ما يكتب عليكم وما يعرض غدا بين يدي الله بأيدي كرام قبل أن يكونوا كتبهم كرام، إذا كتبوا لا يزورون، يعني الواقع يكتبوا نفسه فيعرض بين يدي الله. يقول عاد عندها ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فهم يكتبون ما يصدر من الإنسان حتى إذا عرضت الظلامات. هذا الإنسان إذا عرضت الظلامات ليجي يقول أنا ما صنعت هذا، يقول لا لا أنت صنعت هذا وهذا صوتك شاهد عليك وهذه حركتك شاهدة عليك وبين يديك هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل ذلك حتى يتم الاحتجاج على الإنسان في يوم الفصل، في ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. في ذلك اليوم الذي تعرض فيه الظلامات بين يدي الله، وقد تذهب بعض الروايات أنه تعرض بعض المبرزات الجرمية مثل ما يقولون في اصطلاح المحاكم الحديث، وبعض المبرزات تعرض بين يدي الله عز وجل. يقول بعض المؤرخين وكثير من كتب من أصحاب الحديث يقول ممن يحشر وتسمع ظلامته فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تحشر بين يدي الله عز وجل وتعرض ظلامتها، فتبدأ باستخراج كفين قطيعين تضعهما بين يدي الله عز وجل، تقول احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. ويتساءل كثير من المؤرخين والمحللين ما بال الزهراء تبدأ بكفين قطيعين ولا تبدأ بقتل ولدها الحسن أو بقتل ولدها الحسين أو بما جرى في واقعة الطف، وكأنها تريد بذلك أن ترد الجميل، لأن أم البنين هاي المرأة وقفت يوم الطف موقفا جسدت فيه النبل بأسمى معانيه. وذلك لما رجع الناعي ينعى الحسين يقول بش دخلت إلى المدينة وأنا أريد أن أنعى الحسين، ناديت يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار
الجسم من بكربلاء مضرج والراس منه على القناة يدار. يقول انتزعت المخدرات من خدورها ما تركت أحدا إلا وهرول إلي. انفتحت باب دار عن امرأة وقور أقبلت تشق طريقها إلي. قالت يا هذا أنت الناعي ريحانة رسول الله؟ قلت بلى. قالت يا هذا اخبرني عن الحسين وحيه ناملا. يقول بشر جعلت أتأمل في كلمات هذه المرأة، يبدو أنها مدهوشة، لأن عندما تسألني تقول لي أنت الناعي، أقولها أنا الناعي. الناعي يعني أنعى واحد ميت أو مقتول. شنو معنى ذلك تقول لي أنه بعد هذا تقول لي خبرني أن الحسين حي أم لا؟ سألت رجلا إلى جانبي قلت أتعرف هذه المرأة؟ قال كأنك تجهلها. قلت بلى. قال هذه أم البنين أم العباس وإخوته. يقول بشر عذرتها، قلت من حقها أن تدهش، أي فاقد أربعة من الأولاد كأنهم البدور الطوالع. أحببت أن أخبرها بأولادها بالتدريج حتى أخفف عليها وقع المصاب. قلت عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ يقول قمت أتخطى أولادها واحد واحد إلى أن انتهيت إلى العباس. قلت عظم الله لك الأجر بأبي الفضل. يقول نظرت إلى كتفها انهدل، سقط الطفل من على كتفها إلى الأرض، صاحت ويحك لقد قطعتني يا قلبي. اخبرني عن الحسين هو حي أم لا؟ قلت عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. رجعت وهي مولولة ناعية باتجاه دارها. ترى يعود للزمان بقربكم، هيهات ما للقرب من ميعادي. أحبتنا من للضعاين بعدكم ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك يا الله، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم وبارك لهم فيما أسسوا، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة. وسعادات الأيام وهدى دار السلام.
وصلي يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين السيدين الإمامين الهمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصلي يا ربي على زين الحفاظ علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المنتظر المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريف القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأوديائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.